أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون في أبرز عناوينها: جلالة السلطان المعظم حفظه الله يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. هذه الاستثمارات يعني نمت خاصة خلال الفترة الأخيرة من بداية من 2010 وحتى نهاية 2013. مؤسسة المناطق الصناعية في تصريح لتلفزيون سلطنة عمان: حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية يتجاوز 4 مليارات ريال. أمطار الخير والبركة تهطل على عدد من ولايات ومحافظات السلطنة. نقل الدفعة الأولى من العناصر الكيميائية السورية إلى المياه الدولية. أهلا بكم. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 2/2014 بالتصديق على الاتفاقيتين الإطاريتين للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية البيرو. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 25 سبتمبر 2012 ميلادية، وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو الموقعة في مدينة ليما في 1 أكتوبر 2012 ميلادية، وبعد العرض على مجلس الشورى وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى التصديق على الاتفاقيتين المشار إليهما وفقا للصيغتين المرفقتين. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 5 ربيع الأول 1435 هجرية الموافق 7 يناير 2014 ميلادية. ارتفع حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة بالسلطنة إلى أكثر من 4.5 مليار ريال عماني حتى نهاية العام الماضي، حيث أكدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتلفزيون سلطنة عمان أن العدد التراكمي للمشاريع الموطنة وصل إلى أكثر من 1360 مشروعاً. وتشهد محافظات السلطنة توسعة المناطق الصناعية القائمة بها وتوفير خدمات وبنى أساسية وفوقية جديدة تتواكب ومتطلبات الاستثمار، إضافة إلى استحداث مناطق صناعية جديدة. أكثر من 4.5 مليار ريال حجم الاستثمارات في كافة مناطق المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حتى نهاية العام الماضي عبر 1360 مشروعا، وفرت ما يزيد على 13,000 فرصة عمل للأيدي العاملة الوطنية. حجم الاستثمارات خلال الفترة، إجمالي حجم الاستثمارات في المؤسسة العامة خلال حتى نهاية 2013 يزيد على 4.6 مليار ريال عماني. وهذه الاستثمارات يعني نمت خاصة خلال الفترة الأخيرة من بداية من 2010 وحتى نهاية 2013 في مختلف مناطقنا الصناعية وخاصة منطقة صحار ومنطقة الرسيل الصناعية. ستكون هناك زيادة في عدد الوظائف التي سيتم توظيفها خلال يعني السنتين القادمات من الخطة الخمسية الثامنة، وكذلك سيتم تفعيلها بشكل أكبر خلال الخطة الخمسية التاسعة من خلال الزيادة في عدد العمالة
كذلك هناك توسعات أفقية لهذه المصانع من خلال أخذ مساحات إضافية، التوسع في الإنتاج، وهذا ستكون له انعكاسات إيجابية. حزمة من المشاريع في مختلف محافظات السلطنة تنفذها المؤسسة، بعضها دخل مراحله النهائية، تشمل عمليات التطوير وتنمية مناطق جديدة وتوسعة مناطق قائمة وتوفير خدمات وبنية أساسية وفوقية جديدة للمناطق القائمة بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين والعاملين. قامت وزارة المالية مشكورة باعتماد مبلغ وقدره من 190 مليون ريال عماني خلال عام 2014 لتمكين المؤسسة من توفير كافة الخدمات والبنى الأساسية لتوطين مشاريع واستثمارات صناعية في هذا المجال. وتساهم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من خلال المركز الوطني للأعمال في التنمية الاقتصادية في السلطنة من خلال احتضان المشاريع الصغيرة ومبادرات الشباب، بالإضافة لاحتضان الأفكار ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والشركات الفردية الناشئة التي تقوم بإنتاج منتجات أو خدمات مبتكرة. شهد عدد من ولايات ومحافظات السلطنة اليوم هطول أمطار الخير والبركة، سال على إثرها العديد من الأودية خاصة في محافظتي مسندم وجنوب الباطنة. هذا وتشير آخر التنبؤات العددية إلى احتمال تأثر أجواء السلطنة بسحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع مصحوبة بأمطار متفرقة خلال الأيام الثلاثة القادمة. أجواء ماطرة تكللت بها سماء السلطنة منذ الصباح الباكر، حيث تناثرت قطرات المطر على سفوح الجبال والأراضي المنبسطة في جو بهيج يفرح الأنفس. غيث السماء عم عددا من محافظات السلطنة بأمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، رافقها تدني في درجات الحرارة لتضيف متعة أخرى على برودة الشتاء. فبين شموخ الجبال والتضاريس الطبيعية الغناء شهدت محافظة مسندم هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة شملت مدن وقرى المحافظة. ففي ولاية خصب هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة، كما هطلت أمطار غزيرة على نيابة ليماء سالت على إثرها العديد من الأودية، في حين شهدت قرى ولاية بخاء هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب. بركات السماء هطلت أيضا على ولايات صحار بأمطار خفيفة، كما شهدت ولايتا المصنعة والسويق أمطارا غزيرة سالت على إثرها أغلب الأودية. ومنذ سويعات قليلة شهدت محافظة مسقط أمطارا خفيفة إلى متوسطة استمتع بها قاطن العاصمة. وتشير آخر التنبؤات العددية إلى احتمال تأثر أجواء السلطنة بسحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع مصحوبة بأمطار متفرقة خلال الأيام الثلاثة القادمة. ومن المتوقع بإذن الله تعالى هطول أمطار متفرقة على محافظتي مسندم والبريمي والمناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من جبال الحجر، وسيكون البحر متوسط الموج على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان ومحافظتي مسندم وجنوب الشرقية، ويتراوح ارتفاعه بين متر ونصف المتر إلى المترين. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. وحول أمطار الخير التي تشهدها بعض محافظات السلطنة ينضم معنا عبر الهاتف بدر بن علي الرمحي مدير مركز التنبؤات الرئيسي بالهيئة العامة للطيران المدني. بدر، كيف تصف لنا الحالة الجوية التي تشهدها السلطنة اليوم؟ نعم، بالنسبة للحالة الجوية طبعا احنا اصدرنا تقريرنا يوم الأحد الماضي، وكان التقرير يشمل 3 أيام القادمة، الاثنين والثلاثاء والأربعاء عليه. فنحن التوقعات تشير على أن يوم غد إن شاء الله يوم الأربعاء
مساء يوم الأربعاء راح يكون آخر يوم بالنسبة للحالة الجوية التي تؤثر على أجواء السلطنة خلال هذه الأيام. نعم. بالنسبة للحالة عبارة عن سحب منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، نتوقع كذلك منها تؤدي إلى هطول أمطار بين الخفيفة إلى المتوسطة. معظم محافظات شمال السلطنة سجلت أمطار تراوحت بين الخفيفة إلى المتوسطة عدا محافظة مسدم، كانت الأمطار قزيرة. طبعا سجلت العديد من الأودية في محافظة مسدم، كذلك محطة خصب بمحافظة مسدم سجلت تقريبا 26 ملم من الأمطار. بالمقارنة محافظة مسقط، محطتنا في مطار مسقط الدولي سجلت 3 ملم تقريبا من الأمطار. نعم. ما هي المحافظات التي تتأثر بهذه الحالة الجوية الليلة ويوم غد بمشيئة الله تعالى؟ حسب التوقعات نتوقع أن السحب الحالية المتواجدة على محافظة مسقط وجنوب ومحافظة جنوب الباطنة، كذلك بعض أجزاء محافظة شمال الباطنة، ممكن أن تستمر إلى بإذن الله تعالى إلى الغد غدا صباحا بإذن الله. كذلك نتوقع هذه المجموعة من السحب أن تبدأ تأثيرها على محافظة جنوب الشرقية ابتداء من الغد بإذن الله تعالى. نتوقع أن الأمطار راح تستمر على نفس الشاكلية تقريبا من خفيفة إلى المتوسطة. بدر، هل هناك تأثيرات على مستوى درجات الحرارة، انخفاض أو ارتفاع، وكذلك على حجم أو ارتفاع موج البحر؟ بالنسبة للبحر احنا كذلك اشرنا في تقريرنا ان خلال هذه الايام راح يكون البحر متوسط الموج، ونتوقع من 1.5 متر الى 2 متر. التوقعات تؤكد على ان البحر راح يكون متوسط الموج خلال غد باذن الله تعالى. نتوقع في الساعات الاخيرة من مساء الغد ممكن البحر يبدا بالهدوء. بالنسبة لدرجات الحرارة في انخفاض ملحوظ ونسبي بالنسبة لدرجات الحرارة، ممكن نستشهد انخفاض بحدود 3 درجات عما سجلت عليه خلال الأيام الماضية. فنتوقع أن الأجواء تكون نوعا ما باردة بسبب هبوب الرياح الشمالية غربية نشطة، لن تستمر بفترات طويلة. نتوقع أن اتجاه الرياح راح يتغير خلال الأيام القادمة كذلك، بالنسبة لانخفاض درجات الحرارة لن يستمر طويلا. نعم. بدر بن علي الرمحي مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للطيران المدني، شكرا جزيلا لك. ومتابعة لموضوع الأمطار ينضم معنا عبر الهاتف مراسل التلفزيون بمحافظة مسندم منصور بن ناصر السعدي. منصور، صف لنا الحالة الجوية التي مرت على ولايات محافظة مسندم اليوم. طبعا اليوم استبشر المواطنون خيرا هنا في ولايات محافظة مسندم. بدأت الأمطار عند حوالي الساعة 2 فجرا أو مساء بأمطار خفيفة جدا إلى متقطعة أحيانا. عند ساعات الصباح الأولى انهمرت الأمطار بغزارة أو بالأحرى بين متوسطة إلى غزيرة في ولاية خصب وولاية بوخة، وكذلك أيضا في ولاية دبا. أما في ولاية مدحة فهنالك أمطار تراوحت بين الخفيفة إلى المتوسطة. بطبيعة الحال الأودية صارت يعني كل الأودية في ولاية خصب وكذلك أيضا في ولاية بوخة. أما في ولاية دبا وولاية مدحة فربما أن فقط الشعاب سالت، لكن بعض الأودية في ولاية خصب يعني أغلب الأودية بشكل كبير جدا. ربما أنه لم يعهد إلا في مثل هذه الحالات فقط جريان الأودية بهذه الطريقة. نعم. المواطنين طبعا استبشروا خير ويعني خرجوا إلى الشوارع عقب توقف الأمطار للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة، ولأيضا يعني متابعة أيضا الأودية مع الحذر من مخاطر هذه الأودية. نعم. طيب، هل تأثرت حركة المرور في الطرق الجبلية؟ نعم، هناك تأثيرات، لا توجد طبعا تأثيرات على الممتلكات والأرواح. هناك فقط تأثيرات بسيطة من حيث انقطاع بعض
حركة المرور من جراء تساقط الصخور لا سيما على طريق خصب بوخة. تلقائيا وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه المختصين سارعوا مباشرة، الذين يعملوا كخلية نحل في مثل هذه الظروف التي تمر بها السلطنة بشكل أحيانا. وأيضا يعني ربما أيضا قرية كمزار الساحلية تأثرت بعض الشيء، بعض المنازل دخلت فيها الأودية لكن لا يوجد يعني تأثير يذكر. هناك أيضا في قرية الشرقة ربما أن بعض المنازل منزل أو منزلين لم يتمكن المواطنين من الدخول إلى المنازل لفترة مؤقتة، ربما أن أيضا جريان الأودية ربما أيضا بعض المخلفات الأودية أثرت، لكن المختصين في الجهات المعنية يعني يسارعوا تلقائيا إلى يعني جعل المسارات مسارات الطرق يعني تسير بكل سهولة ويسر. نعم، إذا منصور بن ناصر السعدي مراسل تلفزيون بمحافظة مسندم، شكرا جزيلا لك. أكثر من 65 ألف طالب وطالبة بدأوا اليوم أداء امتحانات شهادة دبلوم التعليم العام في جميع مراكز الامتحانات في محافظات السلطنة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكملت فيه وزارة التربية والتعليم جاهزيتها لمراحل سير هذه الامتحانات. يوم دراسي استثنائي لطلبة الثاني عشر، طلبة لا يشغلهم هنا سوى المذاكرة استعدادا للدخول في امتحانات شهادة دبلوم التعليم العام. بدأنا الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، دبلوم الثانوية العامة، من فترة يعني طويلة. بدأنا بإعداد الكشوف، كشوف المراقبين، الكشوف المناداة، كشوف الطالبات. بدأنا بتجهيز القاعات، عندي تقريبا 299 طالبة في المركز موزعة على 15 قاعة دراسية. أكثر من 65 ألف طالب وطالبة، أعداد المتقدمين لامتحانات شهادة دبلوم التعليم العام في جميع محافظات السلطنة لهذا العام، يتوزعون في 371 مركزا تحت إدارة لجان متخصصة تتابع سير العمل وفق ضوابط الامتحانات المعمول بها. هناك مجموعة ضوابط تتبعها وزارة التربية والتعليم، تم توزيعها على الطلاب وتم توزيعها أيضا على المراقبين بحيث يضمن سير العملية بشكل هادي. التفكير، التركيز وشيء من قلق الحالة بدت واضحة على وجوه الطلبة وهم يقدمون امتحانهم الأول في مادة اللغة العربية، امتحانات تمتد فترتها حتى 23 من الشهر الجاري. طالب لابد أن تكون عنده ثقة في النفس، لابد يكون متوكل على الله سبحانه وتعالى، أن يكون عنده مبدأ أو سمات الناجحين اللي هي سمات الصبر والمبادئة والثقة في النفس. ما زال من وقت الامتحان نصف الساعة، الطلبة بدأوا يخرجون من قاعات الامتحان. تحدثت إلى بعضهم فكانت الانطباعات متفاوتة. الحمد لله رب العالمين، كان سهل، يعني ما توقعنا أن يكون هذه السهولة. بديت التحضير أول شيء بتخطيط وبادرة، والحمد لله رب العالمين قسمت وقتي، والمدرسين ما قصروا معنا، خبرونا كيف يكون التحضير الجيد، والحمد لله رب العالمين حضرت، وكان إن شاء الله تطلع النتيجة جيدة إن شاء الله. لم تعد الامتحانات وحدها أداة قياس مستوى الطالب، فالتقويم المستمر بأشكاله المتعددة وسيلة أخرى ترفع معدل الدرجات وتقلل من ضغوطات الامتحانات. بالتوفيق والنجاح لطلبة دبلوم التعليم العام. أحمد بن بارك الدرمكي، مسقط. اعتمدت وزارة التربية والتعليم أكثر من 322 برنامجا تدريبيا للإنماء المهني لموظفيها في مختلف قطاعات التعليم بمخصصات تصل إلى 7 ملايين ريال عماني، بنسبة ارتفاع قدرها 8% عن السنة الماضية. مستوى التدريب في وزارة التربية والتعليم له 3 مستويات، مستوى مركزي في ديوان عام الوزارة متمثل في مركز تدريب الرئيس، والمركز التخصصي لتدريب المهني للمعلمين اللي أنشئ حديثا،
ومستوى مراكز التدريب بالمحافظات التعليمية ومستوى المدارس. وهناك بالنسبة لمستوى المدارس هناك مبالغ مالية مخصصة لكل مدرسة من المدارس للقيام ببعض البرامج الإنماء المهني التي تتناسب مع متطلبات كل مدرسة. وهناك أيضا برامج تدريبية خاصة بكل محافظة تعليمية من المحافظات الإحدى عشر بنسبة وتناسب متوسط هذه البرنامج من 90 إلى 120 برنامج في كل محافظة من هذه المحافظات. للبرامج اللي على مستوى مركزي تم اعتماد 322 برنامج تدريبي مركزي على مستوى ديوان عام الوزارة لمختلف القطاعات. ومن المتأمل أن تستهدف هذه البرامج ما يقارب من 6000 موظف وموظفة بمختلف الفئات. بالنسبة للمحافظات التعليمية حسب أعداد المدارس وأعداد العاملين في كل محافظة تعليمية تم اعتماد من 90 إلى 120 برنامج تدريبي لكل محافظة من المحافظات التعليمية الإحدى عشر فضلا عن المخصصات المالية للتنمية المهنية بالمدارس. بالنسبة للمخصصات المالية اللي اعتمدت لبند التدريب في موازنة الوزارة الحمد لله وخلال 2013 ارتفعت إلى 3 أضعاف ما كانت عليه سابقا مما أتاح الفرصة الحمد لله لاستقطاب أعداد أكبر لتجويد البرامج التدريبية بما ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل لأبنائنا الطلبة والطالبات. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. نبتة الزعتر على سفوح الجبل الأبيض ثروة طبيعية وفوائد طبية. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بالتصديق على الاتفاقيتين الإطاريتين للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية البيرو. هذه الاستثمارات يعني نمت خاصة خلال الفترة الأخيرة من بداية من 2010 وحتى نهاية 2013. مؤسسة المناطق الصناعية في تصريح لتلفزيون سلطنة عمان حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية يتجاوز 4 مليارات ريال عماني. أمطار الخير والبركة تهطل على عدد من ولايات ومحافظات السلطنة. نقل الدفعة الأولى من العناصر الكيميائية السورية إلى المياه الدولية. أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن نقل الدفعة الأولى من العناصر الكيميائية السورية على متن سفينة إلى المياه الدولية. وأكدت البعثة الأممية مغادرة سفينة دنماركية مرفأ اللاذقية تحمل أول كمية من مواد كيميائية ذات أولوية، مشيرة إلى أن السفينة ستبقى في عرض البحر بانتظار وصول مواد كيميائية إضافية إلى المرفأ. وحسب الخطة الموضوعة تتم إزالة كامل المواد الكيميائية السورية بحلول 30 يونيو المقبل، وتقضي الخطة بتجميع العناصر الكيميائية في مرفأ اللاذقية قبل نقلها إلى إيطاليا، ومن هناك على متن سفينة أمريكية ستقوم بتدميرها في البحر. أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار إسرائيل بناء 272 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول معارضته إخلاء البؤر الاستيطانية. من جهته اتهم الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردين إسرائيل بعرقلة جهود وزير الخارجية الأمريكية جون كيري لدفع عملية السلام، مؤكدا أن إسرائيل تسعى إلى تدمير تلك الجهود عبر قراراتها ومواصلتها لعمليات الاستيطان. ما أن غادر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المنطقة حتى سرعت إسرائيل إلى الإعلان عن بناء 272 وحدة استيطانية في مستوطنتين شمال الضفة الغربية.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي واعتبرته أنه كلما تكثفت جهود وزير الخارجية الأمريكي لدفع السلام دمرتها إسرائيل بالاستيطان. نحن نعتقد أن هذا الأمر يندرج في إطار ما تقوم به حكومة الاحتلال من أجل إغلاق أي إمكانية الحديث عن مسار سياسي تفاوضي جدي وحقيقي يمكن أن يفضي حق الشعب الفلسطيني، مستندة أيضا إلى تبني الإدارة الأمريكية للمطالب الاحتلالية فيما يتعلق بما يسمى الترتيبات الأمنية والاعتراف بهوية الدولة وغيرها. وفي تصريحات متشددة تجاهر بنيامين نتنياهو أمام أعضاء كتلة الليكود بمواصلة الاستيطان وذهابه إلى أبعد من ذلك، حين ادعى أن مدينة الخليل التاريخية الفلسطينية ومستوطنة بيت إيل قرب رام الله جزء لا يتجزأ من إسرائيل، رافضا إخلاء البؤر الاستيطانية التي تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة. أنه يحاول بأي إمكانية إغلاق الأفق السياسي تماما وإغلاق المسار التفاوضي بحكم ما يقوم به من عدوان متواصل وجرائم متواصلة ضد الشعب الفلسطيني. عندما يتحدث عن المصالح الاستراتيجية لحكومة الاحتلال هو يتحدث عن الاشتراك بالاعتراف بهوية الدولة، يتحدث عن بقاء ما يسمى الكتل الاستيطانية الاستعمارية غير الشرعية وغير القانونية في أراضي الدولة الفلسطينية. واستباقا للقاء المرتقب في باريس بين كيري ونظرائه العرب لإطلاعهم على نتائج جولته الأخيرة في المنطقة، سارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إبراك رسالة إلى الجامعة العربية برفضه تمديد فترة التفاوض ورفض يهودية الدولة، مع إصراره على التوجه إلى الأمم المتحدة في حال انقضاء 9 أشهر من عمر المفاوضات. المطلب الإسرائيلي بشأن يهودية الدولة هو مطلب شاذ، يعني لم يرد في أي أساس أو مرجعية من مرجعيات عملية السلام، وهي محاولة إضافية من إسرائيل لشطب حق العودة الفلسطيني وأيضا التمييز ضد الفلسطينيين المقيمين في على أرضهم في المناطق المحتلة عام 48. وقرب نابلس هاجم مستوطنون مواطنين فلسطينيين وأراض فلسطينية وحوصروا فيها وأنقذهم جيش الاحتلال من قبضة المدنيين الفلسطينيين. بين الآمال والتمني والوقائع على الأرض يبدو أن الهوة واسعة لا تجسرها سنة أو سنوات من التفاوض مع إسرائيل في ظل المواقف المتطرفة لحكومة نتنياهو. أحمد زكريا ريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين. أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تسريع تسليم صواريخ وطائرات مراقبة من دون طيار إلى العراق لمساعدة السلطات على مواجهة المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وفي الأثناء قالت مصادر الشرطة العراقية أن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في حوادث عنف متفرقة شهدتها مناطق بمدينة بعقوبة شمالي بغداد. وقالت المصادر أن عبوة ناسفة موضوعة بجانب طريق بالقرب من محطة تعبئة وقود غرب بعقوبة انفجرت وأدت إلى مقتل مدنيين 2 وإصابة 3 آخرين بجروح، وأن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تفتيش في قرية شمال بعقوبة ما أسفر عن مقتل 2 من المسلحين. كما هاجم مسلحون آخرون نقطة تفتيش تابعة للشرطة عند مدخل قرية العبادي شرق بعقوبة ما أدى إلى مقتل 5 من أفراد الشرطة وإصابة آخر بجروح. اعتمد بمقر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم نظام إدارة الوثائق الخصوصية للجهاز، وتتعلق الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق أساساً بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها، وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الإسمية للوثائق الخصوصية بالجهاز. وسيساعد نظام إدارة الوثائق في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى. وقع الاتفاق معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية العديد من المواضيع المدرجة بجدول أعماله، وذلك خلال اجتماعه الدوري الأول لهذا العام. كما تم خلال الاجتماع استعراض موضوعات متصلة بتوفير الخدمات المختلفة، منها إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الأماكن العامة بالمحافظة.
تطلعات المواطن في ولايات محافظة الداخلية في مجالات الخدمات العامة يطرحها المجلس البلدي بمحافظة الداخلية في اجتماعاته الدورية، ويناقش أعضاء المجلس كافة المواضيع التي يقرها المجلس والمتعلقة بمختلف القضايا التي تعنى بولايات المحافظة. هو مجلس عام وشامل، وهو يغطي احتياجات المواطن الأساسية من خلال يعني الأفكار والمقترحات التي يرفعها أعضاء المجلس إلى الجهة المختصة. ونأمل الحقيقة التعجيل في تنفيذ هذه التوصيات من قبل الجهات التي تحال إليها. مواضيع مختلفة على طاولة النقاش والحوار تتمثل في اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها، وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة، وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها. عادة تكون المقترحات للتعلق بالخدمات ولتلامس هموم المواطنين مباشرة، هذه الأشياء اللي ندرسها خلال المجلس. ويخصص المجلس البلدي بالمحافظة مساحة من برنامجه لدراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المواضيع التي تنترج واختصاصات المجلس، ودراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بولايات المحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها. تجويد الخدمات المقدمة للمواطن من قبل المؤسسات الحكومية هو ما يطمح إليه المواطن من خلال المجلس البلدي. يعقوب بن خلفان دابي من ولاية نزوة محافظة الداخلية. في محافظة البريمي يطالب المواطنون في ولاية سنينة بتوصيل التيار الكهربائي إلى المساكن الاجتماعية التي تملكوها قبل عامين. هذا وبالرغم من أن المصدر الرئيسي للكهرباء لا يبعد سوى بضعة أمتار عن هذه المساكن. التقرير التالي يوضح لنا الصورة أكثر. هكذا يبدأ خميس ليلته في منزله الكائن في ولاية سنينة بمحافظة البريمي بتشغيل هذا المولد الكهربائي إذا أراد توفير الإضاءة لأفراد أسرته أو إشعال النار للتدفئة في فصل الشتاء. شايفين على هذا الحال استخدم مولد كهربائي استخدام الإضاءة لناره، وجيراننا ما عندهم إضاءة يتجمعوا معانا هنا يرمسوا أوقات على النار أوقات على الكهرباء نستخدم. والله هاي معاناتنا، واحد بدون كهرباء اليوم ما يقدر يعيش. هي اللي تعيش الانسان وهي اللي بتصير بالانسان. البيت ما في كهرباء ما حد بيس فيه، احنا ياسين فيه في الليل لكن في النهار ما نقدر، حر لازم تبارك مكيف في الليل نولع الضوء، اذا برد واذا حر ترقينا فوق السطح بقالينا. اصحاب هذه المساكن الاجتماعيه التي مضى على انشائها حوالي اكثر من سنتين ينتظرون توصيل التيار الكهربائي الذي لا يبعد عن مساكنهم إلا بضعة أمتار، كما ينتظرون فتح طريق يربطهم بالشارع العام حيث لا يوجد طريق للوصول إلى المساكن. شفت عند الشعب هي وادي عرب يوم يجي طرق ولا يجي شيء ما يتخبرون هالبلد اللي يعرفون مضرهم مسرة، يخطفون ويجزون ويعدلون. أصبحت الحكومة متخسرة وأصبح المواطن متخسر، الشعاب دكت والأمور دكت، زين أصبحت الحكومة متخسرة، أصبح الشعب متخسر. نعم. شوف أنت عم تحاول شوف المسيد اللي ركبوه. أيوة. وجزوا هني للمواطنين في وادي وقلنا لهم ما يجوز، قالوا يجوز، مثلناها منكم نقولوا للمواطن يقولون لا ماشي غيره. طالب بالكهرباء وتعديل الشارع لأنه ما في عند الدوار شارع يعني. البيوت والمسجد والمجمع الكهربائي، كل هذه المرافق تقع وسط وادي يمر من هذه المنطقة، الأمر الذي يطرح أسئلة على جهات الاختصاص في إنشاء وإقامة المشاريع في الأودية دون الرجوع لأصحاب المنطقة. وما إن تغيب الشمس في هذه المنطقة إلا وتبدأ معاناة أصحاب هذه المساكن في هذه الولاية. محمد بن سعد العلوي، ولاية سنينة. تجربة عمانية تتميز بالخصوصية طرحتها ولاية خصب بمحافظة مسندم في مشروع زري كخيار لجذب السياحة.
هذه تجربة راقت لوفد من السائحين قاموا بزيارة المحافظة وسجلوا إعجابهم بالحرف التقليدية التي تتميز بها مسندم. عند نزولهم من السفينة في ميناء خصب تقع أعينهم مباشرة على هذه الخيمة التي تجمع في شكلها بين بعض ملامح الطرز المعمارية القديمة وفن الديكور في تمازج دقيق يمثل مفردات تجمع بين هذه الفنون بدوا وحضرا. الخيمة من الداخل تحوي أعمالا حرفية نسائية ومشغولات يدوية، بعضها مصنوع من سعف النخيل والآخر من الصوفيات. هذه السائحة شد انتباهها الحنة وكيفية التزين به، مما أثار فضولها في تجربة واقعية. جميل جدا وممتع، زرنا الجبال واستمتعنا بالمناظر، وبالطبع تناولنا الأكلات الشعبية اللذيذة. نحن فخورون جدا لأننا هنا، سعيدون بترحيبكم بنا، شكرا جزيلا. القهوة العمانية رمز كرم الضيافة في المجتمع، تدور فناجينها بين السواح لجعلهم يعيشون وقتا من خصوصية المجتمع العماني، ويعطر جو السواح هنا اللبان العماني برائحته العطرية. الجانب الإيجابي للسواح أن سلطنة عمان من أنظف الدول في العالم، هذا انطباعهم، انطباع السواح وانطباع الطاقم اللي يشتغل في السفينة. هذه الخيمة تمثل مشروع زري الذي افتتح في الربع الأخير من عام 2012 لإيجاد مصادر دخل للباحثات عن عمل بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية ووزارة السياحة وشركة الغاز. عرفهم على المناطق السياحية الموجودة معنا في المحافظة، ونرويهم العادات والتقاليد الموجودة معنا، ونسوي لهم برنامج سياحي من بالإضافة إلى تقليد الحنة والضيافة وغيرها. صمم البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه بهذه الطريقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط لإثراء التجارب العمانية المميزة عبر باقات سياحية مخصصة لتعريف السواح على بعض العادات والتقاليد العمانية ونمط الحياة بالولاية في جو عائلي. الكثير من المفردات السياحية العمانية الجميلة التي تزخر بها السلطنة يتعرف عليها السائح القادم إلى هنا إلى سلطنة عمان عبر ميناء خصب، وذلك من خلال هذا المشروع، مشروع زري. منصور بن ناصر السعدي، تلفزيون سلطنة عمان، ولاية خصب في محافظة مسندم. تتميز البيئة العمانية خاصة المناطق الجبلية بالعديد من النباتات الطبيعية التي تمثل ثروة لفوائدها العلاجية. ومن تلك النباتات نبتة الزعتر الشهيرة التي يدور حولها هذا التقرير الذي نقدمه من ولاية دمى والطائيين بمحافظة شمال الشرقية. تتراءى لك من بعيد في إحدى القمم الجبلية بالجبل الأبيض بولاية دما والطائين، وقد برزنا من شقوق إحداها نبتة الزعتر بخضرتها وتداخل أغصانها مع بعضها البعض. تنبت في الجبل، ووقت الأمطار الشتاء قليل تنظر، يعني وقت الزعتر قليل ينظر وقت الشتاء، ينظر وقت الصيف يبدأ نقصه وكذلك ونيبسه وقت الصيف بس. برائحتها الزكية وفوائدها الصحية والعلاجية والغذائية، فهي تعد أحد مصادر الدخل لأبناء الجبل الأبيض بولاية دما والطائين، والذين يحرصون في البحث عنها في أماكن تواجدها. بعد قطافها يستفاد منها كأوراق خضراء أو يابسة أو مطحونة ولاستخدامات عدة، ليتم تجميع المتوفر منها ليسوق بعدها في أسواق محلية. فائدة حشاهي موجود يستفاد، يعني تستفاد بحشاهي حبطنك يوم يوجعك بطنك ولا شيء، تسوي دق منه وتسوي في ماء وتشربه ولا في شاهي. نبتة الزعتر تبقى كغيرها من الأشجار والنباتات التي تنبت في معظم القرى الجبلية بالجبل الأبيض والتي تميزها عن باقي القرى الحضرية. إنها نبتة الزعتر بخصوصيتها وفوائدها الصحية والغذائية، يبقى لها تلك الخصوصية التي تميزها
عن باقي النباتات حيث توجد في قمم الجبال، حيث الجبل الأبيض بولاية لما والطائين، فمن يبحث عن هذه النبتة يجدها في هذا المكان. سعيد بن سيف الحبسي، تلفزيون سلطنة عمان، الجبل الأبيض، ولاية لما والطائين. وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل سامي بن سليمان أولاد ثاني. النشرة الاقتصادية برعاية أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي. دجاج الصفاء حلال طبقا للشريعة الإسلامية. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. مشاهدينا مساء سعيد، أهلا بكم في أخبارنا الاقتصادية. 20 مليون ريال عماني قيمة المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. بلغ إجمالي قيمة المشاريع الجاري تنفيذها والأعمال الاستشارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المسندة حوالي 20 مليون ريال عماني. وقال المهندس صالح بن راشد الهاشمي مدير المشاريع بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن المشاريع توزعت على الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى والتصميم والإشراف في أعمال تصريف المياه السطحية والحماية منها المرحلة الأولى، ومرافق البنية الأساسية بالمخطط الرئيسي للمنطقة المرحلة الأولى، ومشروع تطوير طريق مركز مدينة الدقم. وأكد الهاشمي أن المنطقة ستشهد خلال المرحلة القادمة حزما خدمية متنوعة من المشاريع، والتي تشمل الأعمال المرتبطة بالطرق والسكك الحديدية ومشاريع أخرى مرتبطة بالمرافق الخدمية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية. قال معالي أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إن إجمالي المشاريع المستلمة خلال العام الماضي في القطاعين البلدي والمائي بلغت قيمتها 170 مليون ريال عماني. وأشار معاليه إلى أن الوزارة ركزت جهودها في القطاع البلدي في تأمين الإدارة السليمة للنفايات وتزايد الطلبات على المشاريع وخاصة الطرق والإنارة، بالإضافة إلى تغطية الولايات بشبكات الصرف الصحي وتزايد المنشآت التجارية والأنشطة المهنية وتطوير المدن وتكوين قواعد بيانات والشبكات عالية الجودة، وذلك من خلال تأمين الخدمات لحماية الصحة العامة. في أحدث تقاريره التي تناولت حقائق عن الأسر المعيشية العمانية، كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد الأسر العمانية قدر منتصف العام 2013 ب 278,891 أسرة، بزيادة سنوية تقدر ب 4,700 أسرة يعيش نصفها في مساكن حديثة. كما كشف التقرير أن محافظة مسقط وحدها تؤوي ربع الأعداد وفق تعداد عام 2010. وأفاد التقرير بارتفاع متوسط الدخل الشهري للأسرة العمانية بأكثر من 84% بين عامي 2000 و2011. وفيما يتعلق بالقروض الشخصية والإسكانية، فأوضح التقرير أن إجمالي عدد الحاصلين على قروض شخصية أو سكنية من البنوك التجارية في السلطنة وصل إلى 444,000 مواطن، يشكلون ما نسبته نحو 55% من جملة المقترضين حسب بيانات العام 2011. وإلى أخبار المعدن النفيس، فقد استقر دون أعلى مستوياته في 3 أسابيع في محاولة لمواصلة مكاسبه للجلسة 6 على التوالي مع قيام صناديق الاستثمار بتعديل الأوزان النسبية للذهب في بداية العام. وصعد الذهب في السوق الفورية 3% على مدى آخر 6 جلسات، ويرجع ذلك في معظمه إلى هبوط أسواق الأسهم بعد مكاسب قياسية في 2013. وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.1% ليصل إلى 1239 دولارا للأوقية. وجاء ارتفاع الذهب بعدما هبط 28% العام الماضي مع إعلان البنك المركزي الأمريكي تغيير سياسته النقدية فائقة التيسير.
أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصاءات يوروستات عن تراجع مفاجئ لمعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بنسبة 0.8% في ظل تجدد المخاوف بشأن تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وكان المحللون قد توقعوا أن تظهر الإحصاءات ثبات معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت عند نسبة 9.1%. والتي تم تسجيلها في نوفمبر الماضي، ويشار إلى أن الانخفاض الذي تم تسجيله الشهر الماضي يعني أن أسعار المستهلكين جاءت في نطاق الهدف السنوي للبنك المركزي الأوروبي المتمثل في أن تكون نسبة التضخم أقل من 2%. مشاهدينا، تحية طيبة لمتابعتكم، أعود إليكم أحمد ولجينة. النشرة الاقتصادية برعاية أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي. دجاج الصفاء حلال طبقا للشريعة الإسلامية. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. شكرا سامي. في محافظة شمال الباطنة يتوقف التاريخ عند رحلاتها البحرية القديمة التي كانت تنطلق من مرافئها وموانئها القديمة السفن الخشبية إلى الأسواق الخارجية. وكانت السفن تحمل بالعديد من المنتجات والسلع العمانية وخاصة الليمون المجفف. من هنا حيث الموقع للسوق القديم ومن أمام هذا الحصن التاريخي في ولاية صحم، كانت مراكب البدن والبوم والسنبوك والشوعي والبقارة أو الزعيمة كما يسميها أهل صحم، كانت تبحر محملة بالليمون الجاف والتمور والأسماك المجففة وأخشاب السمر وسلع أخرى باتجاه أسواق الهند وأفريقيا والعراق واليمن وإيران إلى جانب بعض الأسواق الخليجية. الحاج يوسف بن عبد الله البلوشي كان أحد البحارة والنواخذ الذين عاصروا تلك المرحلة التاريخية، يستعيد معنا ذكرياته الجميلة التي لطالما تمناها أن تكون باقية. نحمد لومي مني إلى الكويت أو من الكويت نزلنا سرنا البصرة، من البصرة حملنا تمر، سافرنا إلى الهند منبي نزلنا، وسافرنا إلى أفريقيا. العلاقة بين الإنسان العماني والبحر علاقة مستمرة لم تغيرها الظروف والحداثة، وستبقى هكذا كما يراها النوخذ الحاج علي بن محمد البريكي الذي أكد لنا أنه وصل إلى أفريقيا قبل حوالي 70 عاما ضمن بحارة المراكب والمحامل العمانية. شوف الهواء، كان هواء شمال، هم يبون الصوب كذي، سافروا بالهواء الشمال يطلعوا سيده من العراق، لان هو ساير عاد يعرفونها المجاري، يعني وين كان الرق، يعني ما يلحم اخشب ولا شيء يبعد عنه. الجيل تلك المرحله، فمن الشباب من لا يزال يحتفظ بمذكرات وخطابات دونها البحاره قديما لتوثيق وجهه الرحله واسماء البحاره وانواع المراكب والحمولات. هذه سباعيه النوخذه، وهذا دفتر الكراني الذي يستخدمه النوخذة لتدوين أسماء ومصاريف البحارة خلال الرحلة، كان بهذا الشكل وكان بمثابة الدستور المنظم لكل أحوال البحارة على متن المركب. لتلفزيون سلطنة عمان من ولاية صحم، علي بن سالم البادي. حصن جبرين الذي يعود تاريخه إلى 3 قرون مضت يشهد حراكا سياحيا نشطا وأيضا تطورا من خلال إدخال خدمة المرشد الآلي ب6 لغات عالمية. خدمة المرشد الآلي تعرف السياح على أقسام الحصن وفنون العمارة التي يضمها. وسط واحة سهلية في قرية جبرين يقف الحصن شامخا كأحد أجمل الحصون العمانية، يعكس براعة الإنسان العماني في هندسة تحفة معمارية تعود لأكثر من 3 قرون من الزمن.
أكثر ما شد انتباهي هي الأشقف بنقوشها وزخارفها الجميلة، وكذلك الخطوط العربية. الحصن الذي ظل صامدا على مدى السنوات الماضية يعد اليوم وجهة سياحية للزوار من داخل السلطنة وخارجها، يتأملون فيه عن قرب مميزات معمارية وفنون انعكست على أسقف الغرف وتقاسيمها البديعة. هذا الحصن مثير جدا للإعجاب لأنه بناء قوي ويقع في منطقة جميلة، ومن الرائع أن تتوفر معلومات عن تاريخ الحصن ومكوناته من خلال هذا الجهاز. كثيرة هي مفردات الجمال بهذا الحصن الذي أضحى اليوم محط أنظار مختلف شرائح زوار هذا المعلم المهيب، الأمر الذي حذا بوزارة السياحة إلى إدخال جوانب تطويرية لتسهيل تجوال الزوار داخل أروقته، لعل آخرها خدمة المرشد الآلي بست لغات مختلفة. تفعيل المرشد الآلي في حصن جبرين لمساعدة الزائرين للتعريف بهذا الموقع وتاريخه وما يحتويه، والحمد لله اشتغل وأدى الغرض اللي هو أو الهدف من عمله. ست لغات اللي هي العربية الأساسية، اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية والهندية والجابانية. ستظل المواقع التراثية والتاريخية في السلطنة على الدوام نقطة ارتكاز الحراك السياحي في السلطنة نظرا لما تحمله من تاريخ موغل وثقافة راسخة. سعيد بن الذيب الهنائي من حصن جبرين، ولاية بهلة. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بالتصديق على الاتفاقيتين الإطاريتين للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية البيرو. هذه الاستثمارات يعني نمت خاصة خلال الفترة الأخيرة من بداية من 2010 وحتى نهاية 2013. مؤسسة المناطق الصناعية في تصريح لتلفزيون سلطنة عمان، حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية يتجاوز 4 مليارات ريال عمانية. أمطار الخير والبركة تهطل على عدد من ولايات ومحافظات السلطنة. نقل الدفعة الأولى من العناصر الكيميائية السورية إلى المياه الدولية. نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.